النهارده بالهدف اللي جابه كهربا هو هداف دوري ابطال افريقيا بخمس اهداف. كهربا عاجبني المستوى وعاجبني الثبات وعاجبني الاراده، ربنا بس ايه اموره تتحل كلها، كل المشاكل اللي حواليه تتحل عشان يركز مع النادي الاهلي ونقدر كمان في منتخب مصر نستفيد منه في المرحله القادمه. النهارده الهدف الاول زي ما قلت لكم سجله بيرستاو هدف مبكر في الدقيقه 8، وبعد كده هدف تاني لنفس اللاعب بيرستاو في الدقيقه 55، واختتم كهربا اهداف المباراه في الدقيقه 75، وفي النص في 3 4 اهداف كمان كان ممكن يجوا. ده شيء رائع جدا. انا بقول لك انه الاهلي في النهائي خلاص اطمن، يعني باذن الله، يعني باذن الله دون مقاطعه. مش بقول لك بس عشان مستوى الترجي الهزيل اللي خلاص بعد اسبوع مش هيتعدل كل حاجه في الترجي عشان تقول مثلا ممكن يعدلوا امورهم، ده الاسبوع الجاي المباراه الجمعه القادمه. فالامور بالنسبه للاهلي واقف على رجله، فالامور بالنسبه للاهلي جيده جدا على مستوى الحاضر، على مستوى الحاضر الاهلي ان شاء الله في النهائي. طب على مستوى التاريخ، الاهلي لما بيكسب في ذهاب نصف النهائي خارج ملعبه، الاهلي لما بيكسب في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا خارج ملعبه بيحصل ايه؟ تعال اقول لك بيحصل ايه. يلا بينا. بقالك حالا دلوقتي في كلام مهم جدا. في الذهاب خارج ملعبه، هنتكلم على نصف نهائي 2005، الاهلي فاز ذهابا على الزمالك بهدفين مقابل هدف ليؤكد تاهله في الاياب بعد الفوز بهدفين دون مقابل. وفي 2007 الاهلي تعادل مع الاتحاد الليبي بدون اهداف في طرابلس ذهابا قبل الفوز في الاياب بهدف نظيف. يعني لو الاهلي عمل نتيجه ايجابيه خارج ملعبه بيكسب البطوله. 2008 الاهلي تعادل سلبيا مع انيمبا في انيمبا النيجيري في الذهاب قبل الفوز على استاد القاهره ايابا بهدف نظيف. دي البطوله اللي خدها برضو الاهلي في 2008. 2012 بطوله طبعا كابتن حسام البدري، الاهلي تعادل ايجابيا مع سانشاين النيجيري بثلاث اهداف لكل فريق قبل الفوز في الاياب بهدف نظيف. يعني الاهلي لما بيعمل نتيجه ايجابيه بره في النصف النهائي بياخد البطوله. اللي بعده 2013 بطولة محمد يوسف، كابتن محمد يوسف في الذهاب خارج ملعبه الاهلي تعادل ايجابيا مع القطن الكاميروني بهدف لكل فريق ذهابا قبل التعادل ايجابيا بنفس النتيجه في العوده، ده برضه في نصف النهائي ويتاهل الاهلي بركلات الترجيح ويفوز بالبطوله في النهائي. 2020 الاهلي فاز ذهابا على الوداد المغربي بهدفين دون مقابل قبل الفوز ايابا بثلاثيه مقابل هدف في الاياب وخد البطولة. 2021 الأهلي فاز ذهابا على الترجي بهدف نظيف على ملعب برادس ثم كرر فوزه إيابا بثلاثية نظيفة في العودة وخد البطولة. دي المباراة بتاعت نصف النهائي أو ذهاب نصف النهائي. يعني التاريخ بيقول، يعني التاريخ بيقول إنه النادي الأهلي عندما يفوز في ذهاب نصف نهائي أو مش يفوز بس يحقق نتيجة إيجابية، يتعادل أو يفوز في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا يفوز بالبطوله في النهائي. فالحلو فالخير وكده كده الاهلي هيكسب ان شاء الله البطوله باذن الله باذن الله. مش برضو مش فرده صدر، هي مش عشان الاهلي جامد وهو اعظم فريق في تاريخ القاره الافريقيه، لا، عشان الاهلي دلوقتي رجله على الارض، فريق تكتيكيا وفنيا وفرديا ماشي بشكل كويس جدا.